شوف شوف هذه واحدة من أكثر الحلقات اللي طلبات مني، وهي طريقة إعداد السلايم. فقلبت على الطريقة الصحيحة ولقيتها عند شارع العلوم، وهي أنه كيشد داك الغراء الأبيض كيزيد عليه الماء وكيخلطو مزيان وكيزيد اللون اللي بغا، من بعد كيشد واحد الكاس ديال الماء يدير فيه البوراكس كيخلطو مزيان وكيزيدو تدريجيا على داك الخليط، من بعد كيخليه واحد نص ساعة وكيعطي هذا السلايم هذا الواعر. صراحة السلايم بالطريقة هذه كيبان سهل وحتى القوام ديالو زوين، زعما يصدق. نجربوه. لصاق الأبيض، إناء فاش نخدمو، الماء بطبيعة الحال، وهذا العود باش غنخلطو، وأهم مكون اللي هو البوراكس. عرفتي هذا باش نلقاه ما خليت فين، طفت عليه، سولت على الطاره المويه مواد التنظيف ما خليت فين، ضربت بزز باش لقيته. غندير واحد الكميه ديال الغراء الابيض هنايا، واحد الكميه كنظن واقيلا بركه هنا. دابا غادي نزيد عليه واحد شويه ديال الماء ونخلط، غنخلط مزيان، نخلط حتى يتجانس الماء مع الغراء. ما عرفتش كي يجي هاد العشب هذا واش غيصدق اولا لا، وبالتالي غادي نبداو الحمله ديال التصويت واش غيصدق اولا لا. اللي قال غيصدق يكتب واحد، اللي قال ما يصدقش يكتب جوج. انا كاع المكونات جبتهم والطريقه اللي دار هو غادي نديرها انا والكمال على الله. بسم الله. فوالا هذا هو القوام اللي حصل عليه حتى هو. غادي نزيد واحد شويه ديال الملون، او ولا كيولي احمر. فوالا كيفاش ولا اللون ديالو ولا احمر. دابا المرحله المهمه هي انني غنشد هذه القرعه هذه، غندير فيها واحد شويه ديال الماء وغندير فيها واحد الكميه ديال البوراكس. البوراكس هو هذا، دير تقريبا بحال شكل الملحه اولا بحال شكل سنيده. غناخذ من واحد جوج معالق ونزيدهم في هذا الماء هذا، دير ثلاثه كاع. فوالا وحرك دابا داك البوراكس حتى يدوب. بعد ما ذاب داك البوراكس في الماء، دابا غادي نبقى نزيدو تدريجيا على هذا الشيء هذا، وكنظن واقيلا نقرب لكم الكاميرا واحد شويه هنايا باش تشوفوا داك الشيء كيتجمع الا كان غيجمعوا البوراكس. غادي ندير هاد الشوكه هذه باش تعاوني على انني ناخذ الكميه بشكل اللي هو منتظم. دونك دابا عندي هنا نبقى نزيد بشويه بشويه وانا كنحرك. لاحظ معايا انا انه بحال بدا كيتجمع، والله الا بدا كيتجمع بالله. شوف كيفاش كيولي، ها ولا كيتجمع هنايا. شوف شوف داك الصاق كيفاش بدا كيتجمع، ماشي كذا كيتجمع، هنا راه تجمع تقريبا، خاصو غير واحد شويه. شوف داك الصاق اللي كان كيلصق على الجناب ديال الطبسيل هو بدا كيحيد، يعني مابقاش كيلصق على الجناب ديال الطبسيل. فوالا على ما كنظن وقيلا بركه عليه. اي فوالا دابا من بعد مثلا التخلاط، دابا غادي نغطيه ونخليه واحد الساعة كما دار، باش ديك الساعة نرجعو نشوفو النتيجة. إذا كنتي مازال ما صوتيش واش غيصدق أولا ما يصدقش، ما تنساش تصوت. نتلاقاو دابا من الساعة. Many minutes later. اي فوالا من بعد ما دازت نص ساعة، السلايم ديالنا هو واجد للتجربة. بسم الله على بركة الله. نكتشفو مجموعين. فوالا السلايم هو هذا. ولكن كيتقطع ولا بحال الكاوتشو. شوف للاسف الشديد ما صدقش، ما عرفتش علاش، رغم على انني تبعت جميع الخطوات اللي دار، وفي الاخير عطاني هذا الشيء هذا. ومن ناحيه الجميع تجمع، ولكن باش يولي كيتيري بحال السلايم هذا ولا بحال واحد الملمس عنده في شكل معجن، ولكن ما كيتجبدش كيتقطع. واش حاجه ديال داك البوراكس وقلبت عليه في الاخر، ما صدقش ليا هذا الشيء هذا. اللي عرف فيكم السبب علاش فشل السلايم هذا رغم على انني تبعت جميع المراحل، اكتبها ليا في التعليق، او ربما الطريقه اللي درت داك الفيديو هي الطريقه اللي غلطه.